هي فائدة سرية بوزيان حمو بوزيان بسم الله الرحمن الرحيم. السعدية محزون نائبة برلمانية. اليوم كنتواجدوا بمدينة أزرو لتجديد ثلث المكتب الإداري للجمعية الوطنية للمر بالأغنام والمعيز. واليوم بالنسبة للأطلس المتوسط تم تجديد ديال 3 ديال المقاعد اللي ترشحوا ليه 6 ديال الأشخاص، وكانت منافسة قوية، ولكن الحمد لله نلت الثقة ديال الكسابة، كان التصويت تقريبا بالإجماع، وهذا بالنسبة ليا راه أمانة، والصوت ديالهم غادي يكون صوت الدفاع على الحقوق ديالهم ونرفع التوصيات ديالهم والمعاناة ديالهم جميع الجهات المعنية. وكنشكرهم جزيل الشكر لأنهم كرسوا الخطاب الملكي بالإشراك ديال المرأة في جميع المحطات ديالها، لا المحطة السياسية ولا الاجتماعية ولا الاقتصادية. وانا وكلنا كنعرفوا بانه الكساب كيعاني وحلقه مفقوده يعني من ضمن الميادين كاع كامله، لان الدوله ديالنا الحمد لله كدعم جميع القطاعات، جات الوقت باش تدعم الكساب اللي كيمر بواحد الظروف جد صعبه، وبالاخص في هذه السنوات الاخيره من الندره ديال المياه، من الارتفاع ديال الغلاء ديال الاعلاف، جا الوقت باش الا بغاو باش نحتفظوا الكساب يحتفظ بالقطيع ديالو يخص يدعموا الاعلاف، وبالاخص الاعلاف المركبه، هما كيضعفوش الشعير غير كافي للكساب، خص يعني يكون الدعم في جميع الاعلاف ويدعموا الكساب مباشره، وبالاخص النعجه باش نقدروا نحتفظوا بالقطيع ديالنا. انتم كما كتلاحظوا بانه في العيد الاضحى بانه طلب كثير والعرض قليل، وباش نقدروا نحتفظوا بالقطيع ديالنا ونمشيو به لقدام لازم يعني تدعم الكساب في جميع المحطات ديالو ونمشيو به لقدام، والله يوفقنا للخير، ونتمناو ان شاء الله السنوات المقبله تكون خير وبركه علينا وعلى المغاربه كاملين، وشكرا.